مساء الخير، مساء الخير مشاهدينا في برنامجكم بيور فيت. بيور فيت هو برنامج طبي بيطري شامل. زي ما وعدتكم هكون معاكم انا آية الجيار ودكتور حاتم بهجات، مدير تحرير مجلة بنها الطبية البيطرية، كل يوم اربع في تمام الساعة 9 مساء على قناة الصحة والجمال للتعرف على خبايا واسرار عالم الطب البيطري. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الفل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، منورني النهارده. الله يخليك. انا بستنى كل اربع عشان اعرف اسرار الطب البيطري منك. يا سلام، ده شغف جميل منك يعني، ويا ريت المشاهدين كلهم يكونوا كده يعني. اكيد. قررنا نسلط الضوء على الطب البيطري النهارده. قررنا نسلط الضوء على الطب البيطري النهارده. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن غش الكباب بس ما لحقناش نتكلم عنه باستضافة. كلمني عنه النهارده بقى باستفاضة. عفوا باستفاضة. هو طبعا يعني انا لما فكرت وحطيت جزء او تقريبا تلت الحلقة عن بحث علمي عشان نخرج الابحاث العلمية للنور زي ما انتي طلبتي في الحلقة الاولى، كنت مش قصدي نتكلم على البحث كواليس البحث، كواليس البحث والنتيجة بتاعته المبسطة اللي هي نطلعها كده في صورة توصيات للمشاهد، مش هندخله في دايلمة علمية كبيرة وكده يعني. طب انا عايز اسألك، انت لازم تبقى حابب الموضوع اللي انت هتتكلم فيه؟ اكيد اكيد. عشان الوقت اللي بتاخده فيه ولا عشان ايه؟ ولا حب ما تعمل؟ اكيد. لا، هو شوفي، الواحد لما يحب حاجه يديها كل طاقته يعني. تمام. يتعامل معاها بحماس فيديها كل طاقته. انا كواحده كده داخله مطعم، اعرف ازاي بقى ان ده لحم حمير ولا لحم ايه؟ انا اللي عارفه ان لحم الحمير طعمه مسكر، صحيح الموضوع ده؟ عشان نسبه النشويات فيه عاليه فبيبقى لحمه مسكر يعني. تمام. طيب نكمل بقى غش الكباب. غش الكباب. طبعا احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان الضلوع المدوره، الضلوع المدورة دي ضلوع الكلاب، انما لقينا ان الاغنام بتختلف عن الماعز في ان 13 ضلع اول 11 ضلع مبططين او فلاتن دي يعني زي الاغنام، واخر ضلعين اللي هم رقم 12 و13 مدورين زي الايه، زي الكلب. فالراجل كان مظلوم بصراحة، بس لما الزملاء استشرتهم وكده قالوا بقى اعمل الحيوانات اللي بتتشوي والحيوانات اللي ما بتتشويش او اللي هي ممكن تتغش بيها. فسمينا البحث آية، سميناها ايه، دراسات تشريحية مقارنة على ضلوع بعض الحيوانات المستخدمة كغذاء للإنسان والغير مستخدمة كغذاء للإنسان. مستخدمة كغذاء للإنسان واللي هي بتتشوي، اللي هي الايه، الأغنام والماعز والبتلو. البتلو اللي هو عجول يعني الجاموس. يعني اعرف من العظم اذا كان ده من العظم. لحم معيز من لحم خرفان او كده، مظبوط؟ تمام. او على الاقل هنعرف ده لحم يتاكل ولا لحم مغشوش يعني. وهل انا يعني انا كواحده مش دكتوره بيطري اقدر اعرف ده؟ ما انا هقول لك طبعا اكيد، والا ما كناش جينا نتكلم عنه هنا، فاهماني؟ فوظيفه البحث العلمي انه يحل مشكله للناس. طب البحث العلمي ده ليه ما بيطلعش للنور؟ ليه الناس ما بتعرفوش عشان تستفيد منه؟ ما هي المشكلة تسويق الابحاث، او ان ما فيش برامج متخصصة زي ده، زي اللي ربنا قدر له ان هو يظهر في الشهر ده من قبل كده. انا اول مرة اعرف ان في حاجة اسمها تسويق بحث. تسويق البحث، ما هو البحث ده المفروض ان هو شركات تشتريه وتبدأ تطبقه. وده بيحصل هنا؟ والله هي بادئة لسه، فهماني؟ ولكن طبعا كل الناس بقى الباحثين وكده واخدينها ان هو وسيله للترقيه وخلاص، انما مين اللي بيجي بقى يشتري منهم ولا كلام من ده ولا كده ويبقى له حق الملكيه بتاعته وهو اللي ياخد البحث ده وهو اللي يطبقه وكده، بالذات لما يبقى فيه ابتكار او حل المشكله وكده يعني. فدي لو تمت الحكايه دي، الشركات اللي هي بتسوق الابحاث ده هي او بتشتري الابحاث دي هتصرف عليها، وبالتالي البحث العلمي مستواها هيعلى طالما صرفنا عليه زي الدول الايه المتقدمه وكده. فعملنا البحث على ضلوع، بدراسات تشريحيه مقارنه على ضلوع بعض الحيوانات المستخدمه والغير مستخدمه كغذاء للانسان. نقصد بالمستخدمه اللي هي ليه؟ الاغنام والماعز والبفلو واللي هي عجول البتلو اللي عمرها 40 يوم، لان لحمتها بتبقى طريه فبتتشوي، كل دول بيستووا بالشوي. انا جوعت يا دكتور. حاضر بعد الحلقه. وبعدين اللي هم حجمهم برضو قريب من حجم الايه، الكلب او الدج، فبالتالي ممكن يتغش بيهم. فهي دي الفكره.
فدلوقتي جينا عملنا الايه البحث على الحاجات دي وقطعناها حتت صغيره، اربع حتت زي حتت ريش الكباب اللي انت حضرتك لما تخش المطعم بتلاقيها، وحاولنا من الكروس من القطاع العرضي كده ان احنا ايه نحدد ده بتاع ايه. فسؤالك بقى كان ايه، ازاي تعرفي انت كآية ازاي بالظبط تعرفي دي لحمه كباب، لحمه حمير، تمام اظرفها تمام اللحمه دي مش بناكل وخلاص لا يعني. لا تمام زي ما اتفقنا. يبقى احنا دلوقتي لو لقينا الحته الضلع ده مبطط ماشي، حتى بيبان في الكروس سيكشن في القطاع العرضي اللي هو ده كده، يبقى ده يا اما اغنام يا اما ماعز يا اما ايه عجول بتلو ماشي. طب لو مدور حاجه من اتنين، يا اما يبقى كلاب ده اللهم كده، صل على النبي. هقول لك بس على حاجه، يا اما يكون اخر ضلعين في المعيز للدقه يعني. طب لو اخر ضلعين في المعيز هيبقى انا عندي 13 منهم اتنين مدورين ماشي و11 مبططين، يبقى نقول ايه بنسبه كده ايه السبع. يبقى احنا لو لقينا السبع بس هو اللي مدور يبقى ده بتاع معيز والراجل ايه مظلوم. عاوز بقى يجيب كلابها يجيبها كلها بقى وكده. اقول لك على ملحوظه ظريفه حصلت دلوقتي، انا جهزت الايه اللحمه كنت بجيبها من الجزار واوديها البيت، وزوجتي ما كانتش عاوزاني اخلص البحث ده لان الفريزر كان مليان بقى لحمة. ايوه بالظبط. وبعدين جيت بقى بالنسبه للحم الكلاب وعاملها في مشرحه في الكليه، جينا واحنا بنغلي الكلاب صدر الكلاب علشان نشيل اللحم منه ونطلع الضلوع ونوصفها ونكسرها وكلام من ده وكده، الريحه شهيه جدا، واحنا لا حطينا لا ورق لورو ولا الكلاب سبع ريحتها حلوة. بهارات جميله جدا. مش احنا اللي بنقول كده، الطلبه جايين من الـ من الـ من النظري عشان العملي شامين ريحه جميله جدا، يقول لك انتوا هتغدونا يا دكتور ولا ايه؟ والله زي ما بقول لك كده. اكلتوا اليوم ده دكتور كلاب؟ طيب لا شمينا اكلتها شمينا للطلبة؟ شمينا. طب قلنا الصبيان مش عارفين، البنات نفس الحكايه. جه طالب هو دلوقتي معيد ومعاه دكتوراه ومسافر امريكا وكده، قام قال لي يا دكتور ايه اللحمه دي؟ قلنا له تقول انت كده، قال دي زي اللحمه اللي ماما بتجيبها بالظبط. يا نهار ابيض. قلت له شوف بقى مامتك بتاكلكم ايه؟ فكنا طبعا انتوا عارفين كوريا بياكلوا الكلاب. لا انا مش عارف. لا كوريا بياكلوا الكلاب، ويعني في حتى ممكن يستوردوها من يستوردوها حيه من دول تانية وبياكلوا الكلاب يعني. فطبعا ايه ان احنا نفاجأ بكده، يبقى اذا ايه الطعم لوحده مش 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 مش, مش حكم ماشي، التوابل والحاجات دي اللي بتغير الحاجات دي مش حكم، اكيد طبعا. ولكن احنا نحاول ان احنا ايه نطبق البحث العلمي. فقلنا بقى طبعا الايه، يبقى الضلوع لو كلها مدوره يبقى كلاب، كلها مبططه يبقى غنم او ببص بتلو. على الدلوع يا جماعه بعد اذنكم، لا عمري مش بعزق. لو سبعها مدور والباقي مبطط يبقى دي معيز والراجل مظلوم. تمام يا دكتور. انت الحلقه اللي فاتت اتكلمت عن الحمام، انا عجبني الموضوع جدا، انا عايزه اربي حمام يا دكتور. بس بتخافي منه هتربيه ازاي؟ هحاول بقى يعني واحده واحده. هدربك ماشي. قول لي يا دكتور، مساكن الحمام ليها انواع؟ مساكن الحمام طبعا لها انواع يعني، في حاجات القديمه طبعا البرج والبنيه وكده، ولكن لو فاكره انت في الفولكلور كان في اغنيه بتقول يا بنت يلا حمامك طار قوم اعملي له بنيه، فهي بترد تقول له عملت له سبعة ادوار شبابيكها كلها بحريه رفرف ولا حط عليا. يعني ايه بقى بنيه؟ البنيه اللي هي اللي هي المبنى بتاع الحمام يعني. بالظبط كده. فنيجي احنا نقول ايه، نقول ايه ده واحد جاري والله بيصلي معانا في المسجد قال لي ايه بقى، قال لي واحد سوري قال له ده عندنا اللي بيربي حمام لا تقبل شهادته. يا نهار ابيض، طب ليه في فتوى عندهم كده في سوريا؟ قال لك عشان بيجي له حمام غريب يعني اذا هو بياكل حرام ماشي. طب احنا دلوقتي ممكن حمامنا يطير او حمام تاني يجي لنا، طب احنا الاول ايه مش عاوزين ناكل حرام ومش عاوزين حمامنا يطير، فاحنا الاقفاص دي احسن حاجه. طبعا في الحلقه اللي فاتت لو فاكره في واحد اسمه عابدين سال قال الحمام بيبيض على الارض ما بيبيضش في المسكن اللي هو عاملوه له. بعد اذن المخرج لو معانا صور او مشاهد لمساكن الحمام او في فيديو الصور في جاهزه فيديو ممكن في نشوفها. فيديو في تمام فيديو الفيديو جاهز معانا، نشوف الفيديو ونرجع تاني. رحيم، احنا النهارده في ورشه هندسه الخراطه واللحام والصناعات المعدنيه، اداره المهندس محمد نور الرباط، ومعانا باشمهندس. دلوقتي الناس كلها قلقانه من ان هي تطير الحمام يطير وما يرجعش،
فبيتجهوا ان هم يسكنوه في قفص وكده علشان ما يفقدوش وكده. فدلوقتي لو عندك نماذج ممكن توريها لنا ممكن تتكلم عنها. اه في نموذج هنا اربع ادوار اهوت. اه اربع ادوار. اربع ادوار يعني ده كل دور ياخد جوز. كل دور ياخد له جوز واحد بس. ايوه جوز واحد. ده ابعاده كام ده يا باشمهندس؟ ده مقاسه 40 في 40. 40 في 40. 35. ارتفاع 35. طيب وده اربع ادوار وفيها اتحط البراز. في دور بيسطح. دور بيسطح عندك شيء نموذج منه. في سطح او بلاستيك تحت كل دور يعني. لو موجود ممكن نصوره بيه يعني لو كده على اساس بس الامتياز. طب ده بيبقى خفيف يعني ممكن ايه يتعلق في شجره ولا حاجه؟ ده يتعلق عادي يعني. ده يتعلق في شجره. وزنه حوالي 11 كيلو تقريبا. وزنه 11 11 كيلو. ممكن يتعلق في الجنبين. تمام تعلق في شجره ممكن تعلق في حيطه كلام من ده كده يعني. جميل يعني انت تستغل الحاجه ده ب 350 جنيه؟ 350 والتسليم بعد قد ايه؟ بعد ايه بنتفق معاك؟ حسب الكميه. حسب الكميه. حسب الكميه. طب والبرنامج بقى في تخفيض في ديسكاونت للبرنامج الصحه والجمال؟ هنعمل تخفيض خاص طبعا يعني. يلا صوره سيلفي بقى مع بعض البرنامج. انا مش شايف احنا جايين ولا ايه بقى؟ ماشي يا ريس. ماشي يا باشا. ماشي. خلاص ماشي. وانت بقى تليفونك معايا واي ماشي. حد هيعوز يعني طبعا. الله يخليك. هيحقق الصحيح الحمام. ماشي. ورجعنا تاني ومع الحمام ومع دكتور حاتم بهجات. يا دكتور كلمني بقى عن التغذية الصحية للحمام. التغذية الصحية للحمام المقصود بيها ان احنا ما نستهترش بالحمام ونحط له مثلا ايه كسر عيش جاف كده او نوع واحد من الحبوب. لا ده ليه احتياجات يعني. مثلا الحبوب دي هل الحبوب دي سليمة ولا رطبة ولا متعفنة ولا هي سليمة؟ وبعدين الحبوب دي هل هي فيها بقوليات ولا كلها نشويات؟ يعني ذرة بيضة بس ولا ذرة صفراء؟ ذرة صفراء قيمتها احلى لان فيها كاروتين واللي هو بيدي فيتامين الف. ماشي. نيجي نلاقي البقوليات زي الايه الفول زي العدس زي اللوبيا كل دي فيها بروتين. ما انت عاوز الحمام يبني اللحم بتاعه من البروتين. طب هيجيبه منين؟ ماشي. فاذا لازم التغذيه تبقى متكامله. ياخد نشويات ياخد دهون ياخد بروتين ياخد املاح معدنيه. ماشي. فده المقصود بالتغذيه الصحيه. والا بقى الحمام مش هيعيش ومقاومته مش هتبقى موجوده لو احنا بنسهتر فيه وبرميله بواقي اكل او عيش ناشف. هيفرق في طعمه يعني ولا في صحته ولا هيفرق في ايه بعد اذنك؟ هيفرق. اولا هيفرق مناعته هتبقى قليله. ماشي. وطعمه هيبقى مش 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 كويس. هو الحمام بيموت بسرعه؟ بصي الحمام بيموت بسرعه ده مرض. وتطور المرض ايه وتدخل فيه تدخل علاجي ولا لا؟ انفلونزا الطيور كانت واصله له. ماشي. دكتور صحيح هو الحمام بيستحمى؟ الحمام بيستحمى مرة في الشتاء وفي الأسبوع ومرتين في الصيف. فبنحط طبق كبير مية وهو بيمارس الحكاية دي بيرش المية على جسمه يعني وكده. ده طبعا من العادات الجميلة بتاعت الحمام يعني. يعني يبقى طائر وديع زي ده ده رمز السلام وبيعلم الناس الغزل والكورتشيب يعني قمة في الروعة وفي الأداء. فهو كمان بيستحمى بس ما يعرفش يحط برفان بقى وكلام. كلمني بقى عن علائق الحمام. علائق الحمام دلوقتي طبعا المخرج ممكن ينزل لنا الجدول بتاع العلائق بعد اذن المخرج. في صور للجدول ولحد ما ينزلها دي احنا بندردش. فبنقول ان علائق الحمام دلوقتي نقول ايه بقى؟ هو احنا هناكله على ذره بيضة اللي هي الذره الشاميه ولا ذره صفراء؟ طب ان هي الاحسن الذره الصفراء احسن لسببين. عشان فيها فيتامين الف كتير والماده اللي بتدي فيتامين الف اللي هي الكاروتين هي دي اللي مسؤوله عن اللون الاصفر بتاع الدورة. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا ايه ان ايه ان حجمها صغير فتبقى سهله ان الحمام يلتقطها وكده. لو تنينا ناكله دورة بيضة كبير وهي حجمها كبير كده اهو ممكن تعمله تشقق في زاويه الفم. تخيلي انها كبيره على بقه وتقوم تعمل تشقق في زاويه الفم دي. ماشي. طب الحبوب دي برضو لو مجروشة يعني متكسرة شوية ده هيبقى ايه احسن. ليه؟ لانها تبقى سهلة الهضم. وبعدين قلنا بقى هيبقى ممكن القمح بس ما نخليش الحمام يتغذى على القمح لوحده لفترة طويلة لانه طبعا هيبقى فيه مفيش بروتين كتير. ماشي. فانما السليم او ان احنا ناخد نشويات قمح او ذرة.
ماشي، دي كده بقوليات فول او عدس او لوبيا ماشي، ونضيف املاح معدنيه طبعا لان جسم الحمام محتاجها. طب قول لي بقى، انا شاغل بالي جدا ازاي نغذي الزغاليل الصغيره طبعا والحمام الكبير، بس الزغاليل دي بنغذيها ازاي؟ انا كنت بشوف زمان في الافلام كده بيمسكوها ويحطوا لها الاكل في بقها. تمام، لانها طبعا ايه يعني نقول متدلعه شويه، مش حتى من الام بس، لا ده الام والاب. في حاجه اسمها لبن الحمام او ايه، او لبن العصفور زي ما بيقول لك، ده لو طلب لبن العصفور اجيبه له. فلبن الحمام ده هو ده عباره عن خلاصه عصاره الايه، الحوصله بتاعت الحمام، فيها غدد الغده كلها بتخرج ماشي، فبيبقى غني جدا بالبروتين في الفتره الاولى من عمره او تقريبا الاسبوع الاولاني بيتغذى. الاب والام بيغذوا الزغاليل الصغيره ده هي. طبعا لما يجي مثلا بعد كده بعد الاسبوع الاولاني احنا هنغذيه، طبعا هو لسه صغير فما ينفعش نحط له حب كبير كده، لازم يبقى مجروش ومبلل وكده. فدي العنايه بالايه، بالزغاليل لحد ما ايه ما تكبر وتقدر هي تلقط الحب لوحدها. ايه موضوع ملح الحمام ده؟ ملح لاي، في الاملاح المعدنيه، الجسم محتاج املاح معدنيه، فالاملاح المعدنيه دي في لازم تبقى موجوده بنسب علشان جسم الحمام محتاجها ماشي، وجسمنا كمان، وحتى في الحيوانات التانية الكبيرة يعني، في حاجات قوالب ملح كده بتحط الحيوانات الكبيرة بتلعقها باستمرار، فلازم واحنا بنعمل العليقة نكمل الايه العليقة بالايه، بالاملاح اللي محتاجها الايه، اللي محتاجها الحمام. طبعا لو المخرج نزل لنا الجداول دي هيبان فيها النسب، وممكن احنا ممكن ننزلها على صفحة البرنامج على الفيسبوك، علشان الناس اللي هي عاوزة ايه تغذي وتركب علي للحمام وتضمن انتاج كويس وسليم. التغذيه الصحيحه والسليمه للحمام هو في الصيف، معلش بقطعك، هو في الصيف بتقل تغذيه الحمام؟ يعني في الصيف الحر بيضايقه، مزاجه بيقرف، اكيد في يعني نقدر نقول في الشتاء او في البرد محتاج طاقه اكتر، عشان الطاقه دي هتستخدم انها تدفي جسمه. طب الصيف الجو حر يبقى هيحتاج طاقه اقل، يبقى علي الصيف هتبقى غير علي الشتاء. علي العليقه اللي هي الايه، اللي هي خلطه الحبوب اللي انا بحطها ماشي وكمياتها هتبقى اقل في الصيف عنها في الشتاء، لان الشتاء محتاج طاقه اكبر لتدفئه جسمه عشان بروده الجو. في الصيف نقل الايه الطاقه دي شويه، احنا حتى نلاحظها احنا بناكل في الشتاء اكتر من الصيف. اكيد. طيب الماء معانا صور، طيب نشوف بعد اذنك. علق لي يا دكتور بعد اذنك ايه الصور دي؟ هو النهارده طبعا كان في يوم رياضي في جامعه بنها، وكان في استاد بنها الرياضي، ورئيس الجامعه كان موجود دكتور استاذ دكتور جمال السعيد رئيس جامعه بنها، فانا استغليت الفرصه ورحت شاركت شويه كده وخدت راي الناس في البرنامج، وشكروا في البرنامج وقالوا لي استمر وكده، وصورت صوره سيلفي مع استاذ دكتور جمال السعيد، وقلت له بقى المثل بيقول من جور السعيد يسعد، ففرصه يعني وكده، فقلت له شفت البرنامج؟ قال لي شفته وجميل واستمر وحاجه كويسه للجامعه. ولما عرف يا ايه ان انت كمان خريجه اداب بنها، فقال ده كده ده انتوا الاثنين جامعه بنها يعني، فكان مبسوط جدا. كلمني ايه الصور دي يا دكتور؟ الصور طبعا المسابقه في تنس الطاوله هي ده نشاط في الجامعه يعني. كان ده كان يوم رياضي النهارده في الاستاد، وكان بادئ الساعه 11، وكان في مختلف الانشطه، تنس طاوله وكره قدم خماسي واشياء اخرى. أنا طبعا رحت متاخر شويه عشان انا رايح بقى ايه منشن على الرئيس يعني الدكتور جمال السعيد، علشان ناخد رايه في البرنامج وكده، وعلى اساس اهو دكتور جمال السعيد طبعا، وانا اللي جاورت السعيد اهو. شكرا. ده اللي حصل النهارده وده اللي خلاني اتاخرت شويه يعني. نرجع بقى لموضوع الحمام. كلمني بقى عن المسائي والميه، هل في توصيات معينه للمربي الحمام بخصوص الموضوع ده؟ طبعا الميه لازم تبقى نظيفه وتبقى متجدده ماشي، كل قد ايه تقريبا؟ تبقى كل قد ايه يعني، نقول مثلا كل يوم او كل يومين بكتير ماشي، ونلاحظ هل الميه دي كويسه ولا جه فيها رواسب او كده. لما شفنا في الـ في الـ في الـ في الفيديو الاولاني اللي فيه البوكس اللي هو اللي فيه اربع ادوار وكده،
ده طبعا في حاجتين، في المعالف او العلافات تبقى جوه او تبقى بره. لو تبقى بره يبقى لازم الحمام يطلع راسه من السلك علشان ياكل من بره. طب لو تبقى جوه هيبقى ايه؟ اسهل للحمام. طب لو هي لو بره ممكن حاجه تانيه تاكل منها، يعني عصافير تانيه ممكن، لو اي حاجه بره تاكل منها، انما لو هي جوه خلاص دي بتاعت الحمام والمسائي جوه. طب انا لقيت القفص ده الاربع ادوار ده مع المهندس نور ده، لقيته ان وزنه 11 كيلو بس، يعني ممكن يتعلق في شجره. يبقى الحمام في الشجر كده حاسس انه في الطبيعه حواليه اهو، وانا زي ما قلنا اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويقفصه بعد ما عدلنا امثال جدودي. فيبقى هو مستمتع بالطبيعه والخضره والكلام من ده وكده، وانا مستمتع ان الحمام بتاعي مش هيطير. زمان كنت بشوف كتير قوي في الافلام برج الحمام، والناس مربيه حمام فوق السطح في الافلام الابيض واسود وبيطلعوا ياكلوهم، ما بقتش اشوف ده في الافلام. تربيه الحمام قلت؟ تربيه الحمام قلت زي ما احنا القريه ما بقتش منتجه زي زمان، بقت مستهلكه. فاهماني؟ وده عيب خطير، لان المعروض بيقل والطلب بيزيد فالسعر بيعلى. فلازم نرجع ننتج تاني. كمان هو الانتاج كمان ده فيه متعه. سؤال، انت ممكن تجيب عصافير ماشي ولمجرد الزينه كده ويبقى في ود بينك وبينهم وكده. طب ما نخلي الود ده بيننا وبين الحمام وينتج لنا زغليل وناكل الحمام ولحم وشاي وكده، فيبقى ضربنا عصفورين بحجر ولا حمامتين بحجر. ودايما ما بنتكلم عن الحمام لازم اهل المنوفيه يكونوا معانا. محمود من المنوفيه، مساء الخير يا محمود. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك؟ منورني. الحمد لله يا فندم، والله كله تمام. بتربي حمام يا محمود ولا لا؟ لا كنت بربي وخلاص يعني. سبت تربيه الحمام ليه؟ امراضه كتير، وده اللي الدكتور حاتم المفروض هيكلمنا عنه دلوقتي. اكيد. وبتكلم عايز يعني دكتور حاتم بس اولا عن برنامج وفكره كويسه جدا، حاجه كويسه كنا مستنيينها من فتره. ومن حلقه لحلقه طبعا الكلام بيبقى افضل يعني، او الاعداد بيبقى افضل. الحاجه الثانيه عايز الدكتور بس يكلمنا، هل ممكن الامراض بتاعه الحمام ايه هي؟ لان امراضه بتكتر في الشتاء. تمام. بس ازيك يا دكتور اولا يعني. الحمد لله، اهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ محمود لما يكلمك عن الامراض اوعدني ان انت ترجع تربي حمام تاني. اكيد طبعا، اكيد ان شاء الله. شكرا يا محمود. ومحمود وارب بلاننج، احنا بنخطط ان احنا زي ما قلنا كده المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مساكن الحمام وبعض انواعه، والنهارده بنتكلم عن التغذيه، والمره الجايه عن الامراض وعلاجها والتحصينات كبرنامج متكامل. حتى احنا برضو علشان واحد زيك كان بيربي وبطل، لا احنا ممكن نعمل ايه استشارات او كده، نحط رقم تليفون ممكن تتصل بيها في اي وقت، مثلا نحدد وقت مثلا من 5 لـ10 مثلا تتصل بيا وارد عليك، لان ممكن المشاكل تبقى ايه، تبقى متنوعه ومختلفه من واحد للتاني. اكيد. ماشي. فان شاء الله ترجع مربي تاني، والحمام سعره غالي اهو، واحنا برضو بنقول ان في بطاله وكده. طب ما احنا نرجع تاني، احنا ننتج وانا قاعد في بيتي. وانا قاعد في بيتي. ايوه، ما هو انا بقول الواحد تاكل بروتين حيواني، قام قال لك ايه يعني اكل ايه؟ يعني اكل كريب وكلام من ده. قلت له ماشي، اقول لك جيب فلوس منين؟ ده انا ما بشتغلش. طب انت ما اجيب لك شغل اهو. صحيح. انا النهارده كنت في بنك ابو ظبي الاسلامي في بنها، لا اسف، امبارح فقلت لهم طب احنا دلوقتي بنتكلم على مشاريع صغيره وممكن يبقى راس مالك 5000 10000 جنيه، طب ايه رايكم تمولوا الحاجات دي للشباب؟ فبيدرسوا الحكايه دي، فهم ان شاء الله يبقى احنا كده بنقدم المشروع بدراسه جدوى بتكلفه قد ايه. ولو احنا ركزنا مع المهندس نور لما كان قال ان اللي بياخد 4 تجواز ده هو ب 350 جنيه ممكن يتعلق في الشجر او يتعلق في الحيط او يتعلق في البلكونه لانه خفيف 11 كيلو، او اللي هياخد 12 جوز ب 1000 جنيه اللي هو القفص ده، ده قال حاجات جميله تانية. اللي هي قال ايه بقى؟ قال ان في حوض صاج بين كل دور والتاني علشان البراز بتاع الدور الاخير ما ينزلش على اللي قبله. وبعدين البراز بتاع الحمام ده اسمه رسمال لانه غني بالامونيا وبيستخدم وبيتباع لتسميد الايه؟ لتسميد الارض وكده.
معانا عمر من المنوفية. يا عمر مساء الخير. ايوه مساء النور. اتفضل، عايز تقول للدكتور ايه؟ عايزين نشكره على البرنامج الهادف ده والله. شكرا. الله يكرمك، شكرا لله. عايزين نشكر الدكتور حاتم على البرنامج واقول لكم صوت طيب. وانت بصحة وسلامة، شكر لله. وده واجبنا ان احنا، ان ما كانش يعني، انت فاكر زمان زمان كان كنا بناخد كده دورات في كليه التربيه، فكان الدكتور علي خليل، مش عارف والله اذا كان ميت ربنا. وطي التلفزيون بعد اذنك واسمعني مستمع. اذا كان عايش ربنا يمسيه. ايوه انا وطيته. ربنا يمسيه بالخير اذا كان توفى ربنا يرحمه. قال لا، الاستاذ الجامعه ما بيبقاش في برج عالي كده، مش برج حمام، ها، ما بيبقاش في برج عالي وما بينزلش للمجتمع. لا، لازم ينزل المجتمع ويشوف مشاكله ايه ويحلها. امال العلم بتاعه ده لازمته ايه؟ اقول لك يا محمود، احنا كنا في دار الضيافه، كنا معيدين في دار الضيافه، فكان ايه، حد بيصلي بينا الفجر، فاقول ايه، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. انا كنت اكتر واحد اقول امين بصوت عالي. عاوزين العلم ينفع، عاوزين نطبقه. طبعا ان شاء الله. معانا مريم من اسيوط. شكرا يا عمر. معانا مريم. يا مريم اتفضلي. اتفضلي يا مريم. الو. ايوه سامعاكي، انت مش سامعاني؟ مساء الخير. مساء النور، اتفضلي يا مريم. لو سمحت انا عندي سؤال للدكتور، ممكن؟ طبعا اتفضلي. دكتور انا مربيه حمام عندي في البيت، بيطلع الشهر ده حجمه صغير وفي حباب صغيره تحت الجلد. وفي حبوب صغيره تحت الجلد. بسال عليها، قال اسمها جدري. بيقولوا ايه؟ جدري. الجدري او البوكس. ايوه ده مرض شائع في الحمام، وهيبقى له تحصين وله علاج ان شاء الله. احنا مخصصين له الحلقه الجايه، فعلشان نضمن ان انت تسمعينا المره الجايه، هنجاوب لك بالتفصيل المره الجايه يا مريم. ماشي. شكرا يا مريم. ولا نيجي اسيوط. شكرا يا مريم، وشكرا لكل اهل الصعيد. كويس والله يا دكتور ان في الصعيد برضو بيربوا كده. طبعا ده متعه، متعه التربيه دي متعه، هوايه. وبعدين انت بتاكلي حاجه انت ضمناها، انت اللي عاملاها، غير بقى ما لسه هتشوفي بره وغش الكباب وغش الدفع. دكتور شباب اليومين دول مستعجلين، هناكل من بره على طول. لا انا اكل، بس اللي قاعد ده بقى اللي قاعد، طب ما عادي واكل من بره لما اكون انا بعيد عن البيت. ماشي. اقول لك على حاجه يعني برضو، انا كنت لما اجي مثلا اكل بره، كنت اقول ايه، ده الطلبه عارفيني وانا مش عارفهم، طب انا اخش مطعم ايه عشان لو شافوني. تخيلي بعد ما حصل كام حاجه في غش اللحوم والكلام من ده وكده، مش اكل بره الا كشري او فول وطعميه، هيتغشوا بايه؟ والله. فيعني طبعا لازم الناس تطمن، ولازم الناس تعرف، والحاجه البيتي برضو بيتي، والبلدي ايه؟ اكيد يوكل. دي سوقي من البحيره. يا تسوقي منورنا. الله يخليك يا ست الكل، ازيك يا استاذه ايه؟ الحمد لله تمام. انت تسوق ابو مشفى يا استاذه ايه، اللي تابعت من ايام ما كنت شغاله في قناه دي ام سي. شكرا يا تسوقي منورني. اخبارك ايه؟ المفضلات بالنسبه لنا حقيقي بامانه الله ان نتوجه لك بالتحيه، انت والساده المعدين والاستاذ اللي معاكم الاستاذ الفاضل دكتور حاتم. الله يخليك. الله يخليك وخليهولنا الدكتور حاتم. البرنامج عاجبك يا تسوقي؟ نعم ممتاز جدا وشيق جدا. وبداتوا هنا انتم بتتعاطفوا مع الفلاحين، اصل الحمام ده شغله الفلاحين يا استاذ هاي. اكيد بتربوا في البحيره كتير؟ موجود بسم الله ما شاء الله، عندنا ياما والناس معده، والناس عندنا هنا الستات الفلاحات منتجات يا ست ايه. اكيد الست الفلاحه بتكون من الساعه 5 الصبح بط ووز وحمام ومشيه حالها، الحمام ده هو الا نقديه بالنسبه لها يا استاذ ايه. اكيد الحمام ده بتكون يوم سوق، بتطلع بتطلع جوز جوزين اهي، بتكلف على البيت اللي هي فيه، والحمام من انواع الحساسه، الحمام حساس جدا يا استاذ ايه. شكرا يا تسوقي، ومبسوطه بمكالمتك، وشكرا لكل اهل البحيره والعصام والاهل البحيره كلهم. هم بدول الناس بقى اللي بيصحوا بدري. النبي عليه الصلاه والسلام قال بورك لامتي في بكورها. ماشي. والسيد درويش اللي غنى بقى الحلوه دي قامت تعجن في الفجريه. طيب دكتور تامر عيسى من البحيره كان سالنا سؤال على صفحتنا على الفيسبوك، بيسالني عن البكاره، البكاره اللي ماشيه في ملكوت الله دي، السلالات دي خالية من الأمراض أكتر من اللي بتتربى في البيوت، ولا دي إزاي عايشة يعني؟ انت عايز تقولي البكارة اللي هم الناس اللي بيرعوا الأبقار بتاعتهم وبيمشوا متنقلين في ملكوت الله، ملهمش ملهمش مأوى ثابت، ملهمش سكن ثابت، إنما المكان اللي فيه كلأ أو مرعى ماشيين فيه.
هو طبعا الناس دي طبعا التكلفة عندهم قليلة جدا، تكلفة كده لانه بيرعى حاجات مجانا يعني، ما بي ماشي مش بيشتري اعلاف ولا كلام من ده وكده، وما فيش مسكن وكده، فبالتالي لو حصل عنده وفيات ما خلاص ما بيسيبها في المكان اللي هو فيه. لا دي مش اقل مش اكثر مناعة ولا كلام من ده زي ما انت بتقولي. انا دايما بشوفهم البتاع بطونها خاوية يعني، مش لاقي يعني هتاكل ايه يعني من خشاش الارض، هتاكل ايه مش غيط حد، هتاكل هي دي ايه سلالات غير السلالات بتاعتنا؟ لا لا هي السلالات بتاعتنا بس، هم ده اسلوب حياه بتاعهم، هم رحل بينتقلوا في مكان. طب تخيلي بقى في واحد كل واحد له غيطه وكده وكلام من ده وكده، فهو فاضل ايه؟ اي حاجه على الطريق، او بقى اذا كان حته فاضيه ولا كلام من ده وكده، فدي فيها ايه يسد جوع الحيوان ده. يمكن دي بقى المناعة اللي هقول لك بقى عليها. معانا اتصال طيب ونرجع بقى نكمل معاك. محمد من كفر الشيخ منورنا يا محمد، اتفضل، عايز تقول ايه للدكتور؟ ربنا يخليك، انا بمس عليك انت والدكتور. شكرا يا محمد، ميرسي. مساء الفل يا محمد. انا مبسوط جدا من البرنامج الشيق دوت. بتربي حاجة يا محمد؟ عايز حاجة نتكلم فيها في حلقة قادمة ان شاء الله؟ لا دي واحدة بس بعد اذنك. اتفضل. اللي انا برد حمام، والجزء اللي بيطلع من تحت الجزء الواحد ساعات بيطلعوا اتنين ذكور وساعات بيطلعوا اتنين اناث. طبعا. فانا عايز اعرف ايه الاحسن الواحد يعمله عشان يطمن ان الجزء دوت ذكر وانثى مع بعض. طيب ماشي. وخصوصا انا مش عارف ان هم صغيرين ما اعرفهمش. تمام. شكرا يا محمد. حاضر يا محمد. حاضر ماشي. حاضر يا محمد. يتصل تاني معانا هاجر من المنوفيه. يا هاجر اتفضلي. الو. ايوه سامعينك، اتفضلي. أيوة. وطي صوت التلفزيون بعد اذنك. الو. أيوة. انا سامعاكي، وطي صوت التلفزيون وانت هتسمعيني كويس. ازاي حضرتك يا عم؟ الحمد لله. انا هاجر صاحبه هبه. هاجر اللي في كليه طب بنها. اهلا وسهلا، ازيك يا هاجر؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ ايه الحمد لله. ازي حضرتك يا عم؟ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله، اهلا وسهلا. ايه مربين حمام اكيد يا هاجر مش كده؟ اكيد. طيب. استفدتي من الحلقه يعني يا هاجر؟ تمام. طبعا يا هاجر في خمسه كليه الطب بتطلعي تحطي اكل الحمام؟ طب كويس، شكرا. طب يا هاجر. ماشي، شكرا يا هاجر، شكرا. قول لي بقى، في توصيات عايز تتكلم فيها بخصوص تربيه الحمام؟ بخصوص تربية الحمام زي ما قلنا أهم حاجة المسكن. ليه بقى؟ عن تجربة يعني. أنا مرة جبت القفص اللي هو ده كده وكان واسع، فلما الزغاليل كانت صغيرة في فران بتشدها من بين فران؟ لو انت حطها بره في الجنينة بقى. أي. ممكن فار يجي يشد الزغلول الصغير ده من بين السلك. يا عيني. لذلك ايوه، الفرج عام برضو هياكل ايه يعني؟ فاهماني؟ فلذلك النهارده وانا عندي لا يا دكتور، انا لو الفرق اكل الحمام بتاعنا ممكن اقعد اعيط. ما لا شربت لا حمام تاني. لا معلش، ما احنا نقول ايه، هناخد احتياطاتنا. فلقيت النهارده القفص اللي انا صورته في الاول ده بتاع عصافير، فقام بيقول لي ده بتاع عصافير، قلت له لا ده عاجبني. قام قال لي بتاع الحمام بيبقى اوسع شويه، قلت له لا انا عاوز الضيق، انا عاوز الضيق عشان ابقى مطمن. وده الصح. لا انا عاوز الضيق حتى لو اغلى شويه، بس ابقى مطمن الفرم ما ياخدش الانتاج بتاعي. ماشي. فالاول المسكن بتاعي، والمسكن ده احط العلف جوه مش بره، لان بره برضو ممكن اي حاجه عصافير تاكل العلف بتاع او العليقه بتاعه الحبوب اللي هحطها، والميه بحطها جوه، وكل حاجه متامنه، وهو متعلق في شجره او محطوط في الجنينه او محطوط في البلكونه او محطوط في وسط. فاذا انا مش شاغل اوضه بحالها، فاهماني؟ ودوار يعني، انا دي توسع راسي، وايه والبراز كمان ده الرسمال اللي هسمد بيه الارض بتاعتي او الحديقه بتاعتي او ابيعه. فاذا بس يا جماعه، هو شويه نقطه نظام ودراسه جدوى، وايه المعطيات بتاعتي، وصرفت قد ايه، وعاوز قد ايه، ولازم اهدافي تبقى سمارت. سمارت يعني بتايم ليميتد، محدده بوقت. انا دايج، انا عاوز احقق دخل شهري مثلا 3000 جنيه. لو هبتدي مشروع مثلا يا دكتور، ابتدي بكام جوز حمام، وهياخد فلوس قد ايه، هيتكلف قد ايه؟ تمام. احنا دلوقتي زي ما قلنا كده، لما كلمنا صاحب الورشه اللي في الاول ده، قال اللي هياخد 12 جوز ده القفص بتاعه ده ب 1000 جنيه. ماشي.
احنا اتفقنا ان احنا طبعا ايه سقفنا مثلا 5000 جنيه، ممكن نزود شويه يعني ولا حاجه. فاحنا دلوقتي لو جبنا 3 اقفاص يبقى عندي 36 جوز ب 3000 جنيه ماشي. واجيب الحمام ماشي، هجيب كام؟ 36 جوز حمام، نقول مثلا الجوز هيبقى في حدود مثلا نقول 120 او 130 حسب المكان بقى وكده يعني. خلاص وكده كده عدينا ال 5000 بشويه صغيرين. فاضل لنا بقى اللي عليا شويه الحبوب دول والاملاح المعدنيه وبرنامج التحصينات، وهنبص نلاقي عندنا انتاج بقى، عندنا انتاج ونبيع ونشوف. والاستشارات هنخليها على الصفحه طبعا او على التليفون للناس المستعجله. تمام ماشي. ايه تاني يعني اتكلم في الحمام فيه؟ الحمام طبعا احنا مخصصين المره الجايه على الايه الامراض والتحصينات وكده يعني. امراضه عارف. كتير في الشتاء ولا في الصيف؟ في الشتاء اكتر طبعا، ولكن الوقايه خير من العلاج. احنا ندي تحصيناتنا، مش هنستنى لما يجي الجدري البوكس اللي قالت للحبوب بتطلع له كلام من ده وكده وبعدين نبدا نعالجها وتقفل عينه ومش عارف ايه وتمنعه عن البلع، فاهماني؟ لا، هنعمل الوقايه، يبقى نعمل التحصينات الاول. هو الحمام لما بيتعب بنوديه لدكتور بيطري برضه كده؟ ايوه ايوه ايوه. امال انا اوديه لدكتور حمام؟ لا يعني هو دكتور بيطري. الحقيقه انا بشوف الدكاتره البيطره دي بشوف مثلا داخل لها كلاب قطط ما اعرفش بقى الحمام. لا هو الحمام طبعا امال مين اللي هيكتب له العلاج او مين اللي هيشخص المرض؟ قول لي يا دكتور، بعد ما اتكلمنا عن الاناتومي الحلقه الاولى، الطلبه حبته ولا لسه؟ عاشقوه والله. انا رحت بعدها كله بقى ايه جاي بقى ايه، لا احنا قالوا هنحيي الاسره تاني ونعملها والكلام ده، كنت عاملها من 2010 بس ما بقاش فاضي بقى كده. فدول عرفوا بيها فجم صوروا معايا بقى بعد الحلقه، بقيت بقى ستار وكده. وبعدين قالوا هنعمل الاسره تاني، وانا منظم لهم رحله علميه، رحله علميه قبل الامتحان هنراجع فيها ويتفسحوا برضه، ونعمل رحله نيليه في الـ في الـ في الـ في الفيلا في بنها وفينا كافيه، والمنتجع لازم اقضي فيه عطله نهايه الاسبوع هنشوي فيه ريش كمان. في الحقيقه يا دكتور الفيديو بتاع البقره الملونه عمل مشاهده كتيره جدا، كلمني في فيديوهات تاني كده برضه مشرحين فيها حيوانات او راسمين على الحيوان عشان نقدر نوصل للطالب المعلومه السليمه؟ تمام. هو انا من ضمن الجولز او الاهداف بتاعتي ايضا ان ده كبيور فيت هيخش فيه التعليم البيطري، يعني هاخد الممارسات الجيده في التعليم البيطري وابدا اعرض. ينفع مره نجيب حاجه هنا ونشرح عليها؟ ايوه اجيب، في عندي كلب متحنط زي العسل يعني يعني مسكر حتى، لان عاملينه اخر مرحله فيه كانت جليسرين. ماشي. فاجيبه معايا المره الجايه. المره الجايه يا دكتور هنستنى الكلب. خلاص ماشي اوكي. التشريح ده بياخد منك وقت والتحنيط والحاجات دي؟ بصي التشريح بياخد وقت اكتر من التحنيط، لان التحنيط انا بحافظ على الجثه زي ما هي، انما التشريح انا بعمل لها طبقات بشرحها بقى علشان اشوف الايه التراكيب الاعمق. انا مش قادره اتخيل منظر الجامعه عندكم من جوه، بيبقى فيه بقى حيوانات كده في اوض متشرحه ولا ايه؟ لا احنا نقول احنا عندنا متحف ماشي، المتحف ده فيه الحيوانات المحنطه وفيه الهياكل العظميه وكده متركبه طبعا ماشي متركبه. وفي عندنا المشرحه، المشرحه عباره عن ايه؟ عباره عن حواض فورمالين، وعندي تشيلنج روم، غرفه كامله كده تبريد بحط فيها الجثث عشان ما تتجمدش، لو اتجمدت هاخد وقت على ما تسيح ماشي، وابدا اشتغل فيها. فدي متجمده زي الشيلنج ده، زي درجه 5 درجه مئويه من 0 لـ 5، زي الرف الاولاني في الثلاجه اللي تحت الفريزر ماشي. فالجثث طريه فاجيبها واشتغل فيها على طول. فانا عندي حواض فيها فورمالين محفوظ فيها الجثث، بنطلعها نغسلها بميه ونحطها على ترابيزه ونبدا نشرح ماشي. دلوقتي بقى معظم الطلبه بقوا طالبات بنات، والمعيدات طبعا بقوا بنات، والدكاتره معظمهم. ايه اصعب حاجه في الكليه؟ اصعب ماده في الكليه ايه؟ والله انا اقول الماده الصعبه اللي دكاترتها مش متعاونين مع الطلبه، انما مثلا لو الماده صعبه انما الدكتور متعاون معاهم. يعني انا مثلا اذكر ان انا في طلبه كنت معاهم اول امبارح واليوم اللي قبله بشرح لهم، فقلقانين من الامتحان وكلام من ده وكده، انا قلت لهم تمام انا معاك معايا طيب، فقلت لهم ان دلوقتي العلم لا ينتهي بالامتحان،
الامتحان ده يا اخوانا دي بس دي وسيله تقييم وخلاص، مين ذاكر اكتر من مين، ودلوقتي بقى وسيله تحفيز كمان، الناس بتذاكر عشان الامتحان، انما العلم لا ينتهي. حتى لو وقتنا اتزنق وفي حاجه ما قلناهاش، نيجي في اجازه نص السنه نعمل جروب على الواتس، نتفق نكتسب مهارات عمليه، اللي عاوزين نشرح نيجي نشرح ونكتسب مهارات اواي فروم، بعيدا عن الامتحانات والدرجات والحاجات دي، لو انتوا فعلا عشاق. انا اكيد اكيد عشاق. انا عرف المشاهدين الاناتومي ده اللي هو التشريح، يعني علم التشريح. تمام. ليه مجالات كتيره بقى؟ بص بقى، وعلم التشريح دلوقتي زي ما تطورت وسائل العلاج، بقى فيه سي تي اللي هو الكمبيوتر توموجرافي او الاشعه المقطعيه، وبقى فيه رنين مغناطيسي ماشي، وفي سونار ماشي، بقى التشريح برضو بكده. ليه؟ لان انا بصور النورمال الحيوان الطبيعي السليم بالاشعه المقطعيه وبالسونار وبالرنين المغناطيسي ماشي، ولما يجي بقى الدكتور يجيب الحيوان المريض ويصوره كده بيعمل ماتشنج، بيبص دي كده ايه الاختلاف فين، ده الطبيعي اهو، طب بقى هنا اختلاف ومشخص. ففي حاجه اسمها راديوجرافيك اناتومي او التشريح الاشعاعي، وكمبيوتر توموجرافي تشريح القطاع المستعرض او اللي هي سي تي، والبرانين المغناطيسي. فالتشريح علم متطور ليواكب تطور وسائل التشخيص المرضيه الحديثه. صعبه برضه يا دكتور الكليه، مش سهله يعني، كليه الطب بيطري مش صعبه طبعا. بس الغاوي بقى بينقط، الغاوي بينقط اللي يحب. اغلبيه الطلبه داخله عشان مجموعها ما جابش طب بيطري، فهي داخله مضطره. لا بصي، لا اخفيك سرا يعني، ان دلوقتي كنا بنتكلم، طب دلوقتي الصيدله ما بقاش برضو قد كده يعني، طب بيطري بقى احسن من الصيدله دلوقتي. لانك سؤال، انا صيدليه، انا دلوقتي بفتح صيدليه بيطري ماشي، وبكسب منها كتير مثلا. ليه؟ لان بيجي واحد بتاع مزرعه عنده 5000 طائر، بياخد ادويه بقد كده كل دوره ماشي. فاذا كل حاجه موجوده، تقدر تعمل مشاريع، تقدر تعمل تركب اعلاف، عندك مهارات كتيره قوي تقدر تستغلها. هتفيدني ايه بقى الحلقه الجايه عشان نشوق المشاهدين كده يتفرجوا علينا الحلقه الجايه؟ قلنا هنتكلم في امراض الطيور، امراض الحمام، عشان أمراض الحمام. المشاهدين طلبوها ايه كمان؟ وبحث جديد بقى، بحث جديد من المجله العلميه، لان انا طبعا مدير تحرير المجله العلميه، فباجي اختار بحث يفيد الناس وابسطه كده، بس مش هيبقى كباب برضه، هيبقى حاجه تانية بقى، ممكن يبقى لها علاقه بالصحه والجمال. حضرتك قلت هتتكلم برضو عن غش الالبان والجبن. ايوه بالظبط كده، على اساس ده شق تاني من البروتين الحيواني يعني الالبان. فان شاء الله نعمل هو في لقاء. هو في غش للالبان طبعا بالمي، دي حاجه، بالفورمالين، ده في ناس بينقلوا اللبن عشان ينقلوه مسافات طويله بيحط عليه فورمالين. طب ده غلط؟ عشان ما يبوش. طبعا الفورمالين ده مسرطن ماشي. ف وبعدين نشوف الجبن ونقول الانسب، لو انا دخلت سوبر اجيب انهي نوع. طبعا بنسال اهل الذكر يعني، نشوف استاذ من اساتذه الرقابه الصحيه على الالبان ومنتجاتها والزيوت والدهون والبيض، وبنعمل معاه لقاء ونيجي نعرضه هنا ونفتح الهواء، وهو ممكن يعمل مداخله كمان، ونفيد الناس علشان يطمنوا البروتين الحيواني اللي احنا شلنا المسؤوليه دي على كتافنا انا وانتي. هتكملي بقى معايا المسؤوليه ولا ايه؟ اكيد يا دكتور. لا انا شايفه ان احنا النهارده يعني حاولنا بقدر المستطاع نساعد مربيين الحمام، وحاولنا بقدر المستطاع نوصل للمشاهد ببساطه ازاي يعرف اذا كانت دي لحمه حمير من لحمه معيز. وانا سعيده بالحلقه دي يا دكتور، وحاسه فخورة ان انا قدرت اوصل للمشاهد معلومة تقدر تساعده بعد كده. الحمد لله ان الاتصالات المرة دي ما كانش فيها مجاملات زي اللي قبل كده، الناس اللي كانوا بيباركولي قبل كده، فلقينا بقى في من الصعيد وكفر الشيخ والبحيرة، فكده يعني احنا بدأنا ننتشر وبدأنا نحقق الهدف الاساسي والسامي من البرنامج. ونسأل الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد. هدفنا اننا نحبب الناس في الطب البيطري، يا رب نكون قدرنا نعمل ده. استنوني انا ايه الجيار ودكتور حاتم بهجات مدير تحرير مجله بنها الطبيه البيطريه كل اربع في تمام الساعه 9 مساء على قناه الصحه والجمال. شكرا لكم.